انتي اذا ما اكو اقل من عندها المشاهده افضل. ويلا نبلش بالفيديو. طبعا انا وقتها رسم انستغرام سناب شات انستغرام توقع دائما بي اسمي طالع قدامكم على الشاشه اذا تبون فيديوهات مشتركه ويا اليوتيوبر كتبوا لي اساميهم واسويهم. ويلا نبلش. شي نبدي بالنصيحه الاولى. النصيحه الاولى تحتاجون الستيكي نوت وقلم. شلون راح نحتاجهم؟ اول شي تجون تكتبون جدولكم، هذا الشيء الرئيسي، وراح تجون تطبقون عليه الرياضيات كاتبين لو لا، يعني مثلا قارين الواجب او لا، مثلا اذا كاتبين حطوا عليه صح وبعدين نفتح الرياضيات. الانجليزي مثلا ما حلين تمارين حطوا عليه غلط، هذا يعني شيء ما سويته، فهيجي وحطي على الشيء تسجلين عليه وكملي. النصيحة الثانية هي ترتيب المكان. اهم شيء او اهم خطوة هاي هو ترتبون المكان اللي انتو قاعدين فيه. طبعا هاي ثاني شيء مش الاساس ترتبون المكان، اكو هواي ناس قاعدين مخربطين ودرجاتهم ما شاء الله حلو زينة متميزين، يعني هاي ثاني خطوة لازم تسويها ترتيب المكان. بس انتو اول ما تبدون في القراية ترتبوا المكان واخروا الموبايل وابدوا بالنص. النصيحة الثالثة راح تكون عن استخدام قلم الهايلايت بطريقة صحيحة. اول شيء انتو كتاب او دفتر، طبعا انا ما مسلمة كتب بعدني فراح اعطيكم مثال بسيط. طلع الشغلات المهمة بالقلم ورجعوه بمكانه من اول ما تخلصوا، لان اذا حطيتوا بديكم راح تظلون ترسمون ويعني هاي الاشياء، او حطيتوا قلب هيجي او هاي الاشياء لا، وانما سدوه رجعوه بمكانه وغلقوا. اشوف هواي ناس من يظلون يسوون بي يظلون وراها يرسمون او يشخبطون على الدفتر من فوق او هيجي، هذا الاسلوب غلط. فانتوا اشوف الشيء اللي تريدون مهم وسدوه بقبقة ورجعوه. هسه النصيحة الرابعة، شلون راح نستفاد من الموبايل؟ انا اقولكم شلون تستفادون من الموبايل. اكو مواقع واشياء على الموبايل على الانترنت كلش تفيدكم بالدراسة، مثلا الانجليزي. الانجليزي مو كلش نفتهم به، وانما يعني اكو اشياء ما نقدر نفتهمها به الا شيء يعني لمزمة او كتاب. فاني اكو موقع كلش حلو استخدمه بالانجليزي، اكو قناة كلش حلوة على اليوتيوب تفهم بالانجليزي، ان شاء الله احط لكم مالتها الرابط بصندوق الوصف. هاي مالتها الانجليزي كلش زين، يعني استاذ يدرس صار لي 3 سنوات كله يعني اتابعه هيجي وياه، يعني افتهم كلش على هذا المدرس. واني ابد ما احط مدرس خصوصي او شي شي يعني وحيد، بس اني كنت اتابع هذا الاستاذ كان كلش يفهم وزين، فحاط لكم الرابط قناته بصندوق الوصف تشوفوه بكل مرة. النصيحة الخامسة هي حتكون استخدام العطر. راح اعطيكم نصيحة هاي هي تحطون عطر شوية على بيكم او ترشون بالمكان اللي انتو قاعدين تقرين به، وش اسمه يعني هيك تنسق وهوا يكون نظيف وزين. اما النصيحة الاخيرة وهي السادسة هو الموبايل. الموبايل اكبر عدو للدراسة، انا اقول لكم ليش. الموبايل راح يلهيج عن الدراسة 24 ساعة، حطيه مكان امن، يعني مو امن وانما هيك بعيد عنك، قفليه، سوي وضع طيران عمل ما تجيك اي رسالة وقت الدراسة، يعني مو كل الوقت شو اسمها، بس الوقت اللي محددته للدراسة خلال هاي الفترة تقرين بيها روقي وسوي وضع طيران عمود ما تجيك اي رسالة. وهذا الوقت انت ما راح يكون بالك شم الموبايل، راح يكون بالك شم المادة، وراح تكونين بعيدة عنه، وبهاي يعني تقدرين تخلصين كل قرايتك وهاي من تكملين رجعي لو في كل الرسائل. وإذا شفت انت يوتيوبر أو عادية فهاي نصيحتي السادسة. هاي النصيحة حطيتها قسم من الأشياء اللي أني سويتها بالسالفة، يعني ابتعدت عن الموبايل فترة هيك خاصة شهر الرابع ابتعدت عنه نهائيا، لان كان امتحاناتنا فترة مراجعة غياب بنات خاصة اذا انت ثالث متوسط لا تقريبا هواية، لان هذني اشياء كلش وانتو بكالوريا وراح يروح عليكم كل شيء، فشدي حيلكم كلش بالثالث. الثالث مصعب كلش،
يعني زين تقريبا، جيتي حيج واتبعتي هذين النصائح وابتعدتي عن الموبايل، صدقيني راح تنجحين. مو الا النصائح هذين، وانما يعني انت اذا قريتي راح تنجحين، والنجاح نفسك مو لغيرك. يعني نجحي وانتقلي على مدرسة جديدة اللي هي ثانوية، لأن هي كل مدرسة 3 سنوات، فهاي السنة جديدة وما أعرف أي شيء. فإذا عندكم نصائح هم كتبوها جوا، إذا عندكم أي نصيحة كتبوها جوا على مود الكل يستفاد من عندها، مو بس أنا أمديكم. يعني أنتوا إذا عندك نصيحة ما قالتها بالفيديو كتبيها بجوا بالتعليق على مود الكل يسوي ليش لايك ويستفاد من عندها. وتابعنا على انستغرام ده اسوي لي بيج لايك على مود شجعوني اسوي لكم هواي فيديوهات. وتابعوا انستغرام سناب شات واشتركوا بقناة اذا كنتوا ابد ما مشتركين، فعل زر الحالات اللي اسمكم فيديوهات هواية عن المدرسة. وسي يو، باي باي، اشوفكم بالفيديو الجاي.